فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نعم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فتأخذوا الخبيث وتتركوا الطيب من المكاسب والمطاعم، لأن هذا في معرض النهي عن أكل أموال اليتامى، فأكل أموال اليتامى خبيث لأنه حرام، وتتركون أموالكم الطيبة وتأكلون من أموال اليتامى، فهذا من استبدال الخبيث بالطيب، فالباء تدخل على المتروك دائما. فهذا من باب أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل.